اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن عادل، تصريحات واقعيه لمستر كولر في المؤتمر الصحفي عن مباراه الاهلي والترجي بكره، تعليقك على تصريحات مستر كولر؟ اولا بيحترم قوي فريق الترجي، وبيقول ان انا السنه اللي فاتت جيت لعبت الترجي وكسبت 3. الوضع مختلف دلوقتي. بيحترم الترجي ان هو بيوصل النهائي، ومعنى ان هو وصل النهائي يعني الفرقتين وصلوا، دول الاكيد ان هم افضل فرقتين بيوصلوا للنهائي. الحاجه الثانيه وهي انه بيدي برضه ثقه للاعيبته، ان المباراه 90 دقيقه هنا و90 دقيقه هناك، بس انا 90 دقيقه بتاعتي اللي هنا انا هبقى مركز فيها جدا وبشتغل عليها شغل رائع جدا، ان انا مش بعيد ابدا ان انا اكسب. لانه مع احترام الفريق الترجي، لما نشوف البطولات اللي الاهلي واخدها والترجي واخدها على مستوى العالم او على مستوى افريقيا او على اي مستوى، فانت دايما النادي الاهلي في حته ثانيه. دي ما تنسينيش ان انا ببقى متواضع في ادائي وبحترم المنافس، بس في نفس الوقت لازم احط اعتبار ان انا لعبت لما بتادي وبتركيز عالي مفيش فرقه تقف قدامها. والدليل على كده انت بتروح كاس عالم بتلعب ريال مدريد، كنت بتلعب ريال مدريد مدافع؟ لا، تلعب كورتك وفتح خطوط وتهاجم. الاتحاد السعودي والهلال السعودي وجايبين عندهم والفريق البرازيلي فلومينسي في كاس العالم للانديه، يعني هل كنت بتلعب مدافع؟ لا. ثقافه النادي الاهلي كولر من اول يوم نزل من الطياره عارف النادي الاهلي ثقافته ان انا فرقه بتهاجم بشراسه وبتدافع بقوه، كل فرد عليه واجبات. وشفنا الخمس بطولات الاطراف بتوعنا كانوا بيعملوا ايه. حسين الشحات وبيرسي تاو على طول شغالين في 80 90 متر، بيغطي ورا علي معلول، وهنا بيغطي ورا هاني او اي حد كان بيلعب في وسط الملعب. ثلاثه اسود، كان حمدي فتحي قبل ما يمشي، ولا مروان، ولا امام عاشور، ولا مروان عطيه، امام عاشور وديانج وكوكا، محمد نبيل كوكا. فطبعا الثقافه دي برضو من خلال المؤتمر دي مهمه جدا. برضو الشناوي، ما انساش ان الشناوي عامل دور قوي جدا. وبعدين عجبني فيه قوي ان كل كلمه بيقولها ان شاء الله، كل كلمه ان شاء الله، لان كلها مشيئه ربنا. فيبقى التوفيق مشيئه الله ثم الاسباب. صح. ايه الاسباب؟ ان انا ابقى مركز، مانيش خايف. للاسف يا كابتن بقالنا اكتر من اسبوع ماتش الترجي، ماتش كل القنوات، كان انا رايح العب مع فريق جاي. المان سيتي، ده المان سيتي انا مش خاف منه. احنا الماتش اللي في كاس العالم مستر كولر تواضع احترام مركز، ده هدف. كان ممكن نقابل المان سيتي في في كاس العالم انديه، مش كده؟ كان وارد جدا لولا برضو التحكيم او الاخر. فانا كشناوي لما كل حاجه بمشيئه الله، انا في نفس الوقت الاسباب باخد بيها، اللعيبه كلها مركزه، الاداره عليها دور كبير جدا جدا، خاصه مجلس الاداره برئاسه الكابتن. الكابتن مجرد ان انا لما ابقى رايح وبسلم على ايد اللعيب، وبعدين في كل مناسبه بفكره انا بسلم عليه وانا مش عارفه، ما انا عارفه وبنتقابل كتير في التمرين. في رساله كده بتوصل، رساله كده وانا بسلم عليه وعيني في عينه، خد بالك انت في النادي الاهلي، خد بالك المباراه دي مهمه، خد بالك انت في النادي الاهلي ما بتشبعش بطولات. بعض الاحيان تبص تلاقي واحد يقول لك هو النادي الاهلي لازم، من عندنا حتى يقول لك النادي الاهلي لازم ياخد كل البطولات. ايوه لازم ياخد كل البطولات، هو جمهوره كده. عاجبك ولا مش عاجبك؟ هو جمهور النادي الاهلي كده، والا ما كنتش تاخد هذا الكم من البطولات لولا بفضل الله. ثم جمهورك اللي عامل فرن كده وراك انك انت ما فيش بطوله تعديها منك. ليه؟ لان وراك بعد فضل ربنا وراك جمهور ما بيشبعش بطولات. ما يبقاش انت عندك 150 بطوله قاريه وبتنافس ريال مدريد وبرشلونه والاخره، وانت في دوري محلي كلنا عارفينه. فده طبعا كل دي الامور انا بحيي عليها الشناوي، الحقيقه رائع، كابتن فعلا يستاهل انه يبقى كابتن النادي الاهلي. تمام. كابتن ماهر وكابتن عادل بيتكلم عن النواحي الهجوميه وطريقه لعب النادي الاهلي، دايما بيلعب كره هجوميه، لكن النواحي الدفاعيه مهمه جدا في المباريات اللي زي دي. دكتور احمد بيومي اتكلم عن احصائيه مهمه جدا
النادي الاهلي في مشوار البطوله تلقى شباكه هدف، الترجي 3 اهداف. اذا هنا البطوله بتيجي تمركز الدفاع الجيد، تقارب الخطوط، النواحي الدفاعيه. شايف دفاع النادي الاهلي بكره ازاي قبل لقاء الترجي؟ بتتكلم على محمد عبد المنعم، بتتكلم عن ياسر ابراهيم دخل وبقى متواجد، بتتكلم عن متولي ورجعت فورمته وشارك في الـ3 مباريات السابقين وشارك في مباراه مازيمبي وكانت مباراه صعبه، وكمان رامي ربيعه. شايف دفاع النادي الاهلي ازاي؟ الاحصائيات اللي قال عليها الدكتور احمد واضح، احصائيات طبعا بتاكد ان اقوى دفاع موجود هو دفاع النادي الاهلي في البطوله ككل، واقوى هجوم برضك هجوم النادي الاهلي. عايز اقول لك حاجه يا اسامه، هي الناس برضك بتفكر او تقول لك هو الدفاع الـ4 اللي ورا بس، يعني هم دول اللي بيشيلوا الشيله. أيوة. لا، الدفاع بيبدا بالزبط. زي ما اتعلمنا من راس الحرب، من راس الحرب بيبدا من قدام. مهم جدا ان انا بعد ما اتقطع منه الكوره لازم يبقى الدور الدفاعي لكل الخطوط وبدايه الخط الامامي. هيبقى بنسب، مش هيبقى 100%، لكن هيبقى بنسبه بمحاوله يعني، وبعدين نص الملعب وبعدين المدافعين. احنا بس سامح تبقى عندنا مشاكل بقالنا فتره، الكور الثابته خصوصا لعيبه شمال افريقيا. يعني لما لعب تونس نبقى خايفين من الكور الثابته، لعب يعني الجزائر. اول حاجه ناخد بالنا بكره من الكرات الثابته. الكرات الثابته، وهم كمان عندهم الكرات العرضيه بيقدروا يحرزوا منها اهداف. العمق، بالنسبه للعمق الدبل باص او الاختراقات او التصابات من خارج ال 18 بتبقى نسبتها مش زي اطراف الملعب في الكرات العرضيه او الكور الثابته اللي هم بيقدروا يستغلوها بشكل كبير جدا. احنا كنا بنتناقش قبل ما نطلع اسامة على الخبرات بقى اللي موجوده في الحاله الدفاعيه في الكور الثابته. بعض المدارس تقول لك ايه؟ يعني اذا كان الشناوي او مصطفى شوبير. حسب ما مستر كولر معود الناس في الجزء اللي هو في الرقابه داخل ال 18 في الكرات دي. بتفضل انت مدافع كتمار مان تو مان، كل واحد مع واحد، ولا المكان كل واحد بيرتكز في المكان بتاعه؟ احنا ايامنا كانت المان تو مان. مان تو مان. الطول مع الطول والقصر مع القصر وبالارقام. دلوقتي اتغيرت بقى. التكتيك اتغير عن ايامنا احنا، فبقى في الجزء اللي هو بالظبط اللي هو 4 لعيبه بيبقوا على خط 6 يارده. أيوة. عشان يقدروا يحموا اي كوره بتبقى موجوده في المنطقه دي. وفي نفس الوقت بقيه اللعيبه هتبقى مان تو مان مع اللعيبه اللي جايه. كنا بنتكلم على خبره الشناوي طبعا في اللقاء الجميل اللي هو اتكلم فيه على دوافع النادي الاهلي ووصولنا والتركيز والمباراه قويه وفرقتين. في نفس الوقت مهم جدا في المباريات اللي فيها قمه دي يبقى الخبرات اللي موجوده، يعني ما بنقلش من مصطفى شوبير، بالعكس مصطفى الفتره اللي فاتت يعني عمل مباريات فعلا اجاد فيها بشكل كبير جدا. لكن كنا بتناقش مع الكابتن عادل لو احنا ممكن في بدايه التشكيل الراجل يفاجئنا بالشناوي. أيوة. يعني انا يمكن عشان انا والكابتن عادل موجودين في التدريب اكتر من احمد ومن كابتن جمال، قلنا ممكن. يعني ممكن راجل مش بعيد انه يبدا بالشناوي، بس خلينا ايه، واحنا قلنا ايا كانت الاسماء اللي موجوده بالزبط. مين يلعب؟ احنا كلنا في المباراه زي دي احنا كلنا ورا النادي الاهلي بالظبط، ورا مين يلعب صح. ومين يقعد بالظبط، يعني بعد التوقعات اللي بيمثلوا النادي الاهلي احنا كلنا وراه. بعد التوقعات احنا بنتكلم على يعني رؤيته في ان احنا مش قلقانين يعني بالظبط، مش قلقانين. مصطفى موجود، الشناوي موجود، ده شيء ايجابي. الاثنين ما شاء الله حاجه تفرح يعني، بدك عشان ندي حق الشناوي على الفترات اللي هو قبل الاصابه. وجود متولي، وجود معلول، وجود متولي وعبد المنعم وياسر ورامي. يعني انا شايف ان الراجل ممكن يدي متولي مع عبد المنعم، لكن انا كنت بتكلم مع كابتن عادل، انا بفضل رامي لان رامي يعني موجود الفتره اللي فاتت في بعض المشاكل في التهور، لكن ممكن من ضمن الملاحظات اللي مستر كولر يبدا يتكلم عليها مع رامي، ان التهور في الحته دي محتاج يعني بالظبط الهدوء، لان حته حساسه التهور بيحصل فيها اكيد 1000000% بيسبب لنا مشكله ممكن مش محتاجينها. يعني احنا مش محتاجين المشاكل اللي حوالين ال 18 في المباراه، اللي محتاج العب في الامان في المباراه بالظبط بالظبط. الكره اللي عايزه تتحط في المدرج اللي عايزه تسلم في الرجل، وبتفرق يا اسامه اول ربع ساعه بالذات. أيوة. طول ما انت ما بيجيش فيك
ده أهم تركيز ربع ساعة الأولى، إن ما يجيش فيها ضغط جماهيري، أخطاء تحكيمية، المهم إن أنا أطلع بيها بره الأمان، تفرق معايا طول المباراة. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل أروح للأستاذ جمال علشان أسأله ماذا يحتاج الأهلي وكولر علشان يرجعوا إن شاء الله بنتيجة إيجابية من مباراة الترجي من رودز. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل أستكمل حواري مع ضيوفي الكرام.